بسم الله الرحمن الرحيم. My dear students, today we are going to take the grammar of unit 2 اللي هي عنا used to and be used to. Let's see the difference between the two of them. At first, let's begin with used to. Used to هنا بنستخدم الفعل. طبعا انتو كثير طول عمركم بتستخدموا الفعل use كفعل، وبتعرفي انه الماضي تبع يوز اللي هي معناها يستخدم، الماضي تبعها يوزد اللي هي استخدمه، اوكي؟ بس مش هذا الفعل اللي احنا قاعدين بنحكي عنه، احنا بنحكي عن يوزد تو. هسه شو هاي يوزد تو؟ يوزد تو معناها اعتاد على شيء، اوكي؟ اعتاد، واعتاد في الماضي، اوكي، اعتاد على شيء. فاحنا قاعدين بنحكي عن انه اعتاد على شيء في الماضي. فاذا انا عندي used past simple verb، اوكي، used past simple verb، used بالماضي وبعديها to، اوكي. ولما اجي احكي لك past simple verb، كل ما ينطبق على الفعل في الباست سيمبل ينطبق عليه. يعني انا عندي، وبعدين شغله ثانيه، عندي يوزد مع تو، هن الثنتين مع بعض، اوكي، كمصطلح كامل يوزد تو، اوكي. هذا المصطلح لما اجي احكي لك يوزد تو، ما دامه باست سيمبل، اول شغله بدك تعرفي، اذا بدي اسال طلعي هون، اذا بدي اسال بسال بديد سبجكت، وبدي يكون الفعل عندك يوز، اوكي، زيه زي اي فعل. لما اجي يكون عندي مثلا played، راح اسال did subject play، صح؟ لما يكون عندي مثلا studied، راح اسال did subject مع study infinitive verb. فاذا لكن بدك تعرفي انه انا صح بسال بديد ويوز، حطينا هون الفعل يوز في المضارع، لكن تو دائما معها، اوكي، لانه انا بطل معنى الفعل عندي يوز يستخدم، لا، عندي مصطلح اسمه يوز تو، معناها اعتاد على شيء معين، اوكي، اعتاد على شيء معين. بعدين دائما بعد هالمصطلح الكامل اللي هو في الماضي يوز تو، دائما عندي فعل مجرد لصيق فيه، اوكي. المصطلح هذا يوز تو اللي هي معناها اعتاده، لازم يجي وراه انفينيتيف فيرب، فعل مجرد. نرجع، اتفقنا انه باست سيمبل، فانا بسال عنه بديد والفعل بيكون انفينيتيف، ولو كان عندي في النيجاتيف بيكون عندي ديدنت وراه فعل ديدنت يوز تو، مجرد وجود ديد او ديدنت مع الفعل بتعرفي انه مجرد الفعل اللي وراه، بينما بعد التو دائما عندي انفينيتيف فيرب، اوكي. إذا مصطلحنا نرجع نحكي used to plus infinitive verb، أوكي، بيكون معناها اعتادة على شيء معين. هسا إذا إحنا عن إيش بنحكي لما نجي نستخدمه هذا المصطلح؟ الفانكشن، الوظيفة اللغوية أو استخدامه، use أو meaning، معناه to describe past habits، بنوصف فيه عادات قديمة، or past states أو حالات قديمة that have now changed. هاي اللي أنا، هاي هي الكلام تبعنا اللي هي عادات قديمة تغيرت الآن، عادات قديمة تغيرت الآن، أوكي. أو بنحكي، ممكن نيجي نحكي لك happened regularly in the past، كانت تحدث بشكل منتظم في الماضي، but now no longer happens، لكن لم تعد تحدث الآن. عادات كنت إشي أظني أعمله زمان وبطلت أعمله، ماشي؟ هسا for example، لما أجي أحكي لك my mother used to buy my clothes but now I choose my own، أمي كانت اعتادت زمان إنها هي تختار لي ملابسي، لكن الآن أنا بختارهم. فإذا إشي كنت معتاد إني أعمله في الماضي وتغير الآن وبطلت إني أعمله. لاحظي used فعل بالماضي past verb to، وراها to infinitive verb، ماشي. يمكن اللي بعرفك إنه هون رح أستخدم مصطلح used to مع الinfinitive verb، إنه أنا عندي بط، ده خليها في بالك، جملة تبعت used to اللي وراها infinitive verb دائما تعطيني إشي بدل على الopposition أو تغيير الحدث، وبط هنا هي اللي تكررت في كتابكو. فإذا أنا أمي كانت معتادة إنها تشتري لي، لكن الآن تغير الوضع. فأنا كل جملي بدها تدور حول هاي، إنه to describe past habits، عادات قديمة now changed، تغيرت الآن، أوكي. she
used to be a teacher, but now she has retired. كانت هي معلمة لكن الآن تقاعدت. Okay, used to وراها infinitive verb. دائما انتبهي إذا إيش مكون عندي المصطلح من used و to و infinitive verb. الثلاث أجزاء هاي بدك تكوني منتبهت لها. I used to like cartoon films when I was younger. شايفة هاي when I was younger ما بتيجي غير في الجمل التعون used to مع infinitive. ليش when I was younger عندما كنت صغيرا. These days I prefer action films. فإنه هو قاعد بحكي لي عن تناقض الحدثين دائما. أنا لما كنت صغير كنت متابعة الأفلام الكرتون، لكن الآن أنا بفضل الأكشن فيلمز. بطلت كبرت وبطلت أتابع أفلام الكرتون. فإذا ما لها يستو تعطيني past habit that has now changed. عادة قديمة تغيرت الآن. Okay, I used to like cartoon films. كنت أحب الكرتون لما كنت صغيرة، لكن العادة هاي تغيرت عندي وهسا بطلت أحبها. إذن used to مصطلح بسيط لكن بدك تعرفي مكوناته. بدنا نتفق إنه مكوناته ثلاث أجزاء: used اللي بتعبر عن الفعل الماضي، وto والفعل وراها infinitive verb. ماشي؟ إذا جينا نطلع على النيجاتيف هنا didn't use to plus infinitive. There didn't use to be so much pollution, but these days it is a global problem. زمان ما كان في تلوث كثير، لكن هسا صار التلوث عبارة عن مشكلة عالمية. فإذا استخدمنا عشان أحكي ما كانت هاي العادة، صارت هسا موجودة. أوكي، فلو بدي أنفي بدي أستخدم didn't use to infinitive. ضليتني أحكي عن ثلاث عناصر لحتى الآن. أنا بحكي عن ثلاث عناصر. العنصر الأول إحنا كنا نحكي هناك used to فوق، صح؟ هاي past simple. هسا شو النيجاتيف تبع past simple؟ didn't to infinitive، صح؟ didn't و infinitive verb. العنصر الثاني to، والعنصر الثالث infinitive verb. أوكي، فإذا ثلاث عناصر انتبهي. العنصر في الأول في إثبات، في الإثبات used، وبالنيجاتيف didn't use. العنصر الثاني to و infinitive العنصر الثالث. أوكي، في الكوستشن السؤال did، طبعا صيغة السؤال دائما did subject بعدين عندك الفيرب، صح؟ فإذا أنا عندي did subject use to بعدين infinitive verb. Did you use to go to get up early when you were very young؟ لما كنت أنت كثير صغيرة هل كنت أنت متعودة أنك تصحي بدري؟ فإذا لاحظ السؤال did subject use to infinitive verb. أوكي، فإحنا بنعتبر أنه أنا جزء الماضي البسيط اللي هي did use to اللي بعديها اللي هي جزء من هذا المصطلح، وفي عندك get up اللي هي الverb الانفينيتيف verb. ماشي؟ هسا لو انت جيتي وصرت تسألي في حالك what are the things that I used to do in the past when I was younger but now I no longer do them. إيش الأشياء اللي كنت أعملها زمان في الماضي وهسا بطلت أعملها؟ for example when I talk about myself. بحكي لك لو أحكي عن نفسي، ويمكن أنت معي في هذا الكلام، بحكي لك I used to play in the street when I was younger. I was younger. لما كنت صغيرة مجرد ما أجي أحكي أستخدم مصطلح used to مع infinitive verb بعرفي إنه إشي كان وبطل تماما. لما أحكي لك أنا كنت متعودة ألعب بالشارع
لما كنت صغيرة، لكن هسه ايش؟ بطلت، كبرت وبطلت العاب بالشارع. فاذا يوز تو بلاي، ماشي. ممكن اجي احكي عن حالي، I didn't use to wear a scarf when I was younger. ما كنت متعودة ألبس مثلا على راسي حجاب لما كنت صغيرة، لكن هسا تغير الوضع. لاحظي إحنا كل شغلنا على هاي النقطة. We talk about past habits that has now changed. اللي هسا تغيرت. أي إشي كان يصير في الماضي وهسا بطل يصير، أو إشي ما كانش يصير في الماضي وهسا صار يصير. أوكي؟ مفهومة أكيد النقطة. إذا مصطلحنا نحكي عن إشي كان في الماضي اللي هي used to plus infinitive verb. لاحظي used to بتاخذ معنى الماضي تماما. أصلا إحنا شو معنى الباست سيمبل؟ الباست سيمبل something that happened in the past and finished، وانتهى في الزمان في الماضي وهسه بطل إله حدوث، وهي هيك used to. هاي أول مصطلح. المصطلح الثاني be used to. كنا نحكي عن used to إنه past simple verb، صح؟ حكينا إنه فعل بالماضي used، عشان هيك لما جينا ننفي نفينا didn't، ولما جينا نسأل سألنا did، فإذا هو past simple verb بجدارة. هسا be used to يتغير تماما معناها وبتتغير هي كمصطلح. خلينا أشوف من إيش مكونة ال be used to. من be يعني واحد من أفعال be، ممكن يكون is إذا كان subject مفرد، ممكن يكون عندي فعل be am إذا كان I subject، are إذا كان subject جمع، was where كمان أفعال be، بس ما مر معانا في كتابكو إلا مثال واحد في was بس، أما كل يا تركز على الـ present، يعني إما is أو am أو are. فإذن قبل ما نمشي بالصيغة، وين الفعل؟ فعل be هو الفعل الرئيسي هنا. ملاحظة أنتي هو الverb في الجملة، verb be. used شو واضحة؟ used adjective to preposition حرف جر. فإذن أنا بدي اسم مجرور، فبعديها بكون إما noun أو pronoun أو verb ing، إما بكون عندك اسم أو ضمير أو gerund مصدر فعل ing اللي هي بتعطيكي الاسم. أوكي؟ فإذا نرجع نحكي be used to معناها اعتاد، معتاد على شيء. سوري مش اعتاد، معتاد على شيء. معتاد صفته انه معتاد على شيء. انا كنت حكي لك هنا used معناها اعتاد فعل، هنا معتاد على شيء. هسه بي هي الفعل الرئيسي، used adjective صفه، تو حرف جر، وحرف الجر لازم يجي وراه اسم. أنا كانت عندي هنا التو انفينيتيف، التو اللي وراها انفينيتيف فيرب، بينما هنا التو اللي وراها إما اسم أو ضمير أو مصدر. أوكي؟ هسا معناها هنا the function or use and meaning to describe things that are، لوصف أشياء مالها familiar مألوفة أو normal اعتيادية أو customary اعتيادي. شايفي هذول الثلاث كلمات؟ خلي لي اياهم في بالك، مهمات لهي القاعده. اوكي؟ familiar normal، خاصه normal وكستمري. اوكي؟ هسه اذا بنحكي عن شيء مألوف او اعتيادي معتادين عليه. هسه it is لما اجي احكي لك عن be used to، it is not new، اشي مش جديد عندي، or strange for me، او انه اشي غريب بالنسبة لي، بالعكس شيء مألوف جدا. ما دام not new not strange، فاذا ماله familiar او normal او customary. اوكي؟ let's take examples. we have lived in the city a long time، احنا عشنا في المدينة لفترة طويلة. So we are used to the traffic، عشان هيك إحنا معتادين على حركة المرور. فإذا لاحظي أنا لما أجي أحكي لك إحنا عايشين لفترة طويلة، فإذا إحنا حركة المرور بالنسبة لنا شيء مألوف أو اعتيادي. فإذا طلعي من إيش مكونة؟ ما دام الـ subject we حطينا are،
يوز تو جامد، ممنوع تصبيها، ممنوع نعملها يوز مثلا، عرفتي؟ لأنها يوزد هون أدجكتيف صفة، التو حرف جر. هسه بعديها إجا إشي ناون، اسم موجود زي ما أنت شايفة، the traffic noun. I didn't like getting up early. ما حبيت إنه الواحد يصحى بدري. But I am used to it now. أنا هسه معتادة عليها. الحدث اللي أنا معتادة عليه هسه بستخدم له be used to وراها noun أو pronoun أو gerund مصدر. Am used to جامدة لا تتغير. It لاحظي هون pronoun بعديها إجا ضمير. She has lived in the UK for a year. عايشة من سنة في بريطانيا. إذن she is used to speaking English now. هي معتادة على تحدث باللغة الإنجليزية الآن. Is used to اللي هي ممنوع نصيبها. Speaking اللي هي جرند مصدر. فشفتي هنا مرة إجا حطيت لك أنا مثال على اسم، وهنا مثال على إنه بعد used to ضمير، وبعد used to gerund مصدر. Let's look at the negative. Negative هسا إحنا اتفقنا إنه بالaffirmative في الجملة لما تكون مثبتة بدي أستخدم إما is أو am أو are، ممكن was where. بعدين عندي used to اللي هي صفة وحرف جر وبعديها اسم. هسا negative وين بده يكون؟ طبيعي راح يكون عندك مع الفعل be. Isn't, aren't, am not. Used to noun, pronoun, verb ing إذا بده يكون عندي مصدر. فبدك تنتبهي إنه النفي فيها isn't, aren't, am not، بينما used to ممنوع تصيبيها، جامدة. الصفة ما إلي شغل فيها أنا عادة، والحرف الجر ما إلي شغل فيه، وراء اسم جامد أكيد. I am not to I'm not used to wearing glasses. بدك تنتبهي للصيغة الطويلة أنت. I'm not الفعل، used to صفة وحرف الجر، وبعدين عندك wearing اللي هي عندك الجرند. The question is am are plus subject used to noun or pronoun or verb ing. Okay. Are you used to living in Jordan yet? هل أنت معتادة على العيش في الأردن؟ إذن على إيش إحنا مركزين هنا؟ على إنه نيجي نحكي لك عن شيء مألوف أو اعتيادي بالنسبة لنا. فأنت ممكن تقعدي مع حالك وتقعدي تفكري إيش الإشي اللي أنا معتادة عليه. فأنت ممكن تيجي تحكي I am used to waking up early. ناو هسا انت كطالب التوجيه ممكن تيجي تحكي اكثر شغله معتاده عليها الدراسه، او اكثر شغله صرتي معتاده عليها تصحي بدري. اذا ممكن تيجي تحكي I am used to studying early. انا معتاده صرت اني ادرس مبكرا. am used to وعندي حطيت إذا كان فعل بدي يصير مصدر verb ing. لاحظي I am used to studying. am used to وحطيت للفعل ing عشان أعبر عن إيش؟ عشان أعبر لك إنه هذا الإشي بالنسبة إلي مألوف أو اعتيادي، familiar or normal or customary. Now, let's look at this exercise in the student book. نيجي نطلع على هالتمرين في الـ student book عشان نثبت القاعدة عنا أكثر. يلا. Open your student books at page 15. Let's look at exercise 6. Page 15, exercise 6 in the student book. Choose the correct option. Option اللي هو choice، خيار يعني. In each sentence. Number one. عندي خيارين. طبعا أكيد بيكون عندك طبعا أنتو ضع دائرة أسئلتكو، فإذا أكيد بيكون عندك مش خيارين، بيكون عندك أربع خيارات. I didn't use to or am used to understand English. But now I do.
بغض النظر عن المعنى، لو انت اجيت اطلعتي عندي هون understand، صح؟ understand مالها؟ infinitive verb، اي قاعدة فيها اللي بيجي الفعل infinitive بعديها؟ اللي هي الاولى، اللي هي اما بدها تكون عندي used to او didn't use to او did، وفي عندي subject used to، كلياتن وراهن infinitive verb. هاي شغلة يمكن الفعل اسهل اشي، شفتوا فعل مجرد، فاذا بدها تكون عندي هاي. لو كانت عندي understanding كان حطيناها am used to، صح ولا لا؟ هسه هاي فاصل، يعني شغلة جدا مهم انك تنتبهي لها في الامتحانات. اذا كان عندي بكونوا هم طالبين واحد من خيارات used to، ماشي؟ اذا كان الفعل مجرد، اذا الاولى، القاعدة الاولى، اذا كان الفعل عندك معاه ing او كان عندك ضمير او اسم، بتكون القاعدة الثانية، ماشي؟ هاي باختصار مفيد وبدون حتى ما تكوني عارفة معنى الجملة. لو اجينا اطلعنا على معنى الجملة، حكالك I didn't use to understand English، ما كنت افهم انجليزي، but now I do، لكن هسه تغير الوضع وصرت افهم. وعندك هون بط اللي اعطتني، يعني هي على الاغلب بط بتكون هون لتغيير situation، يعني something that has changed. Number two. My cousin has lived in Lebanon for a year. He says، يعني واحد عاش في منطقة لفترة معينة، شو بدي يحكي لي عنها؟ إنه هو معتاد إنه يعيش فيها، أوكي؟ فإذا he says he is used to، ولا didn't used to living there. Now يلا انت سريعا، ايش الاشي اللي لفت انتباهك في هاي الجملة؟ عندك living، ما دامت living موجودة عندك هنا الverb ing، اذن اكيد القاعدة الثانية be used to، اذن as used to هي خياري، اكيد مش راح تكون عندك didn't used to، لانه didn't used to شو وراها؟ فعل مجرد، فهاي انتبهي لها، دايما انتبهي للفعل اللي بعد الفراغ. لو جينا طلعنا على معناها، my cousin has lived in Lebanon for a year، عاش لمدة سنة في لبنان، إذا هو بيحكي إنه ماله صار معتاد على العيش هناك. my family and I are used to، ولا used to go camping once a month. used to ليش؟ لأنه أنا عندي go فعل مجرد. هسا my family and I، أنا عائلتي وأنا، used to اعتدنا نروح على الكامبينج التخييم once a month. طلع كيف كملها بط، we stopped doing that. لما أجي أحكي لك we stopped doing that، بطلنا نعمل هيك، توقفنا عن فعل هذا، عرفتي؟ فإذا ماله الحدث، ماله changed، تغير. That when we moved to the city، ما دام الحدث تغير فإذا used to اللي وراها infinitive verb. Joining a gym can be very tiring at first. If you used to ولا aren't used to doing much exercise، يمكن بدون ما تفهمي شفتي لي doing فتيجي تحكي لا والله على طول بدي استخدم be used to، صح؟ عشان هيك aren't used to. لكن كمان لو جينا على المعنى، نحكي لك انه الواحد ينضم لجيم شغلة متعبة بالبداية، لكن بعد هيك بحكي لك if you didn't used to doing much exercise، مش بعد هيك، لا هي شغلة متعبة اذا كنت مش معتادة انك تعملي تمارين رياضية. When I was young، أول ما تشوفي when I was young عارفي إني راح أستخدم used to اللي وراها infinitive verb، لما كنت صغير. ولاحظي لما كمل الجملة now I don't، هسا بطلت، فإذا الإشي اللي كنت أعمله وهسا بطلت أعمله بدي used to. I used to go، ملاحظة؟
اعتدت اني اروح ايش فيشنج للصيد with my dad every weekend. انا اعتدت اروح للصيد مع ابوي كل نهاية اسبوع. Now I don't unfortunately. لكن هسا بطلت يعني لسوء الحظ بطلت اقدر اروح مع ابوي. That's it. يلا let's look at the activity book. يلا نطلع على تمارين الاكتيفيتي بوك هسا. page 11 ونشوفهم مع بعض. complete the sentences exercise 3. complete the sentences with the correct form of the phrases in the box. two phrases are needed twice. في منهم رح نستخدمهم مرتين. يلا يعني انا ما بين be used to not be used to وبين used to و used to. طبعا بدك تنتبهي انه انا مش بي اللي رح استخدمها، رح استخدم حسب السبجكت اللي موجود عندي. يعني اذا كان موجود عندي اي بدي ام لبي، اذا كان عندي جمع بدي ار لبي، اذا كان عندي مفرد بدي از لبي. اوكي فبدنا ننتبه لها، وممكن عندنا واز او وير حسب الجمله. خلينا نشوف. نمبر 1 we needed warm clothes when we went to London. احنا احتجنا ملابس دافئه لما كنا احنا في لندن. we weren't used to the cold weather. احنا ما كنا متعودين على الطقس البارد. هاي هي الجمله اللي مرت فيها where used to. قلت لك انه بيستخدم في كل كتاب، يعني في كل التمارين اللي اعطاك اياهن is و are و am، بينما was where ما استخدمهم، ما استخدم where غير هون عندنا بهاي الجمله. اوكي خلينا نشوف ليش استخدم where. هو بدي يحكي لك انه هو ما كان معتاد على الطقس البارد. اول شغله انتبهي انه عندك the cold weather noun اسم، فاذا رح استخدم be used to. ماشي ما دام عندي هون noun اذا اكيد بدي استخدم be used to. شغله ثانيه، اي وحده في be used to اللي رح استخدمها؟ ليش استخدمت where ما استخدمت we are used to؟ لو جينا طلعنا على هاي الجمله we needed، الفعل هون بالpast simple warm clothes. when we went الفعل هون بالpast simple. مش معقول كلياته الزمن بيحكي بالماضي واجي استخدم هون present. ماشي بستخدم ما دام انا عندي هون افعال بالماضي بالجمله الاولى، عشان هيك استخدمت weren't used to. احنا لما كنا في لندن احتجنا ملابس دافيه لان احنا ما كنا معتادين على الطقس البارد. فاذا هو قاعد بيحكي لي كل الاحداث في الماضي، لكن انا بدي احكي عن انه إشي ما كنا معتادين عليه، فاذا استخدمت weren't used to. my grandparents didn't. شفتي لي didn't بدون نقاش وراها شو use to send infinitive verb. ملاحظة didn't use to. دائما لما تشوفي didn't حطي use to دائما. didn't أو did يعني use to بدون تفكير. هاي على القاعدة. راشد go swimming every morning but now he doesn't. but now he doesn't هسه بطل. دايما لما يكون عندك بط ونط فإذا تغير الحدث. فإذا قاعدة used to اللي هي الأولى، القاعدة الأولى اللي وراها infinitive verb. هاي شغلة. شغلة ثانية عندك go طلعي infinitive verb، فإذا used to. ماشي number 4 we always go to the market across the street so we eating fresh vegetables. شو رأيك في eating الverb ing؟ إذا gerund مصدر، فإذا be used to ما دام بعد فراغ مصدر، فإذا be used to. أوكي هسا we are used to. we are used to eating. خلينا نطلع عليها. we always go to the market across the street. عادة بنروح على السوق اللي في الشارع. so we are used to eating fresh vegetables. عشان هيك احنا معتادين ناكل خضروات طازجة.
بليز سلو داون، رجاء بطئي شوي. اي ووكينج سو فاست، انا مش متعود امشي بسرعه. لاحظي بعد الفراغ الاي ان جي ووكينج، فاذا ما دام عندي اي ان جي هنا فاذا بدي بي يوست تو، ولكن على معنى الجمله بطئي لاني انا مش معتاد. اذا اي ام نوت يوست تو، اي ام نوت يوست تو، وبعدين حطينا الفيرب اي ان جي. نمبر 6، وين يو وير يانجر، دائما وين اي واز يانج، وين يو وير يانجر، دائما هاي عن القاعده الاولى، اما بدي احط يوست تو او بدي يكون عندي ديد مع يوز تو او ديدنت مع يوز تو. اذا ديد يو يوز تو بلاي ان ذا بارك، وشفتي لي ديد، شو رايك في ديد؟ فورا لما تشوفي ديد اذا يوز تو وراها الفعل مجرد بلاي. ماشي، يلا ليتس لوك ات نمبر 4. تشوز ذا كوركت فورم اوف ذا فيربس بيلو، ذا فيرست وان از دان فور يو. نمبر 1، اي حط لي اياها used to، عندي go، go يعني خلص قطعية، اوكي go shopping، لاحظي مش shopping، go shopping، مش ايش تحكي لي هاي ing ما لك شغل فيها، لك انت بالفعل المباشر بعد الفراغ. I used to go shopping in the local supermarket but it closed 2 years ago so now I have to drive into town to shop. ملاحظة قديش توضيح الجملة عشان يعبر لك عن حدث كان يصير وتغير بطل يحدث. اوكي نمبر 2، there didn't use to be، طلعي be نمبر 2، طلعي لي على be اللي بعد الفراغ، ما دام عندي infinitive verb فعل مجرد فإذا didn't use to مستحيل تكون wasn't used to، to لأنه wasn't used to إيش بدها؟ بدها وراها gerund مصدر. إذا there didn't used to be so much pollution but these days it is a global problem. ما كان زمان تلوث لكن هسه موجود كثير. إشي يعني تغير. I think number 3، I think television used to be، لحظة، used to be better than it is now. Most of the programs these days are just reality TV. معظم البرامج هسه هي يعني حقيقة، بتحكي عن حقائق. هسه إذا news to لأنه وراها infinitive. Number 4، most Jordanians are used to the hot weather. طلع noun اسم، ما دام اسم إذا are used to، أوكي، وطبعا are حطينا لأنه أنا عندي Jordanians plural. That's it about page 11. Turn the page. Let's look at page 12. Page 12, number 5. Sentence number 5. Yalla. There was used to, well, used to be a lot more wild animals in the past, but they are becoming rare nowadays. أكيد used to، اعتدنا على وجود حيوانات شرسة أو غير أليفة في الزمانات، لكن هسا صارت نادرة. used to اللي وراها infinitive verb. يلا number 6، سلمى has been practicing the old rally really hard and she really hard and she is now used to playing it. عندك playing verb ing فإذا is now used to هسا أصبحت معتادة عليها. Exercise 5، complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. The first one is done for you. Number 1، when I was a student، لما كنت طالب أنا، فإذا هذا الحكي ماله زمان، زي ما أجي أحكي لك when I was younger. I used to work، أكيد used to work لأنه إشي ماله تغير very hard، أنا بطلت طالب هسا أنا كبرت. I used to get up،
very early and study alone before my lectures, attend lectures all day and then come home to study some more. قاعد إيش بحكي عن ذكرياته في الزمانات، إشي كان يصير وبطل هسا يحدث. كنت أنا أدرس بجد وكنت أصحى بدري، كنت أدرس لحالي، أوكي، كنت أروح وأخذ حصصي ودروسي، ماشي. فإذا ماله بحكي عن إشي في الماضي لم يعد يحدث الآن، فإذا ماله use to plus infinitive verb. Number two. Are you، شو رأيك في are you live in Jordan yet؟ فإذا ما دام موجود are فبدي أكمل الصيغة اللي هي be used to، used to، والفعل هون بدي احط له اي ان جي. دائما ركزي انه بعد بي يوز تو الفيرب اللي موجود بده ينحط له اي ان جي. هاي مهم النقطه عندي. نمبر 3، when I was a child، لما كنت طفل، when، زي when I was younger، when I was a student، عرفتي؟ my grandmother used to make cakes for us all the time and I liked helping her a lot، وكثير كنت أحب أساعد. هذا ما الحكي في الزمانات، my grandmother، جدتي كانت تعمل كيك. فإذا ماله كان إشي معتاد عليه في الزمانات وهسه لم يعد يحدث، يمكن جدته ماتت أو إشي زي هيك. used to make. number 4، my grandfather retired، تقاعد جدتي، a month ago. هي isn't، isn't مالها، خلص تحدد لي، شفت isn't، اذا be used to، isn't موجوده كمل الصيغه، used to ما دام عندي فعل بحط له ing، isn't used to having nothing to do all day، هو مش متعود هسه انه ما يكونش عنده اشي يعمله. number 5، I just got glasses this week and I am not used to wearing them. أنا مش معتاد إني ألبس، مش متعود إني ألبس نظارات هسا، أوكي؟ فإذا مالها am not used، مجرد ما شفتي am not هون فعل be هون موجود عندي، فإذا used to والverb ing، أوكي؟ That's it. نيجي نحكي عن شغلة ثانية جدا مهمة. أول إشي لخصت لك إياهم أنا الأشياء اللي بدنا إياهم هون اللي مروا علينا في used to be used to، لخصت لك إياهم بهاي الصفحة. بدك تعرفي إنه ما أجي أحكي عن أشياء كانت تحدث في الماضي ولم تعد تحدث، بستخدم used to وراها infinitive أو didn't use to مع infinitive أو did للسؤال subject used to infinitive و question mark إذا كان عندي when I was younger، but now، but these days، عرفتي؟ فإذا إيش هذول الأشياء بدلن على إنه في إشي تغير. في عندي is am are أو isn't aren't am not أو is are am. طبعا هذول إيش بنستخدمهن بعديهن، طبعا is am are في الإثبات، هذول بالنفي وهذول بالسؤال، أوكي. المهم واحد من أفعال بي used to لا تتغير، و verb ing وراها أو noun أو pronoun. لاحظي حتى بالنفي ما بتتغير used to، حتى بالسؤال جامد ما بتتغير، لاحظي. بينما used to اللي فوق مالها تغيرت، صارت مع didn't صارت used to، مع did صارت used to، أما هنا ما بتتغير أبدا، ماشي. وراها دائما اما verb ing او noun او pronoun. لاحظي هسه هدول بيعبروا عن ايش؟ something that is normal او familiar او customary. انتبهي، normal familiar customary is are am، not normal not familiar not customary فاذا isn't aren't am not. now let's look at this important point. في عندي نقطة مهمة جدا وبيجي منها بالوزارة. هسا في عنا جمل الريرايت، صحي بطلت تيجي ريرايت، بطلت تيجي ريرايت، صارت تيجي عندك choices، فأنت بدك تكوني فاهميتها عشان تقدر تحليها، ماشي الحال؟ رح أعطيكي أنا أمثلة عليها وتشوفي كيف. let's look at
look at the worksheet. It is normal for me now to get up early to study. أنا إذا بدها تجيني جملة فيها it's normal، على طول بدك تعرفي إنه normal هاي بتدل على شو؟ بتدل على ال be used to. مش إحنا اتفقنا إنه be used to normal أو familiar أو customary؟ فإذا normal لما أشوفها be used to، ماشي؟ هسا اتفقنا قبل شوي على شغلة، إذا كان عندي إحنا خلص، إذا إحنا شغلنا مع normal هون. إذا كان عندي normal familiar customer إذا رح أستخدم is am are. إذا not normal not familiar not customer isn't aren't am not. شفتي متى بستخدم النفي؟ إذا كان عندي not normal، بينما إذا كانت normal عادي بستخدم is am are. ماشي، نشوف كيف بدنا نعمل rewrite لهاي الجمل، وجدا جدا جدا مهمة هاي النقطة، وأسئلة الوزارة كثير بيركزوا عليها. هسه لما أشوف it is normal هاي معناها إني أنا بدي أستخدم أفعال B، واحد من أفعال B مع used to والverb ing for me now. ظلي ماشي لعند ما توصلي لي let to. أوكي، كل هذا رح أحذفه أنا. هسه it's normal for me now to، إنه من الاعتيادي شيء معتاد عليه الآن إنه to get up early to study، فأنا بدي أمشي لعندته عشان أحذفها كلياتها. هسا إحنا اتفقنا لما أشوفها هاي بدي be used to plus verb ing، أو إذا كان عندي noun وعادة بدي يكون عندي هنا verb. دايما مع it's normal to بيكون عندي هنا infinitive verb، دايما مع هاي، هي شايفيتها مع it's normal بيكون عندي infinitive verb. شو بدي أعمل فيه؟ أنا بدي أنقله عشان يصير عندي هيك، فباجي بحكي عندي I فرح أحط am. نيح، used to لعند to، هاي ما وصلتها الفعل هنا مش هو infinitive، شو بدي أعمل فيه؟ بدي احطه اي ان جي getting up early to study. فشو عملت انا؟ حطيت am used to وحطيت الفعل اللي هون حطيت معه اي ان جي، واضح؟ فإذا أنا بدل مصطلح it's normal for me now to call المصطلح هذا حذفته، شو بدلته أنا؟ am used to وجبت الفعل اللي هون وحطيته ing، ضروري جدا تنتبهي لهاي الشغلة. ليش حطيت ليش بدأ subject I؟ لأنه حكى for me، لو كانت for us كان بدوي، لو كانت فور أحمد كان بدأ أحمد، لو كانت فور سلمة كان بدأها بسلمة، فهمتي كيف؟ لأنه حكالك فور مي بالنسبة إلي أنا، فإذا بلش لك بآي. أوكي؟ فإذا it's normal for me now to get up، I am used to getting up. أوكي؟ في عنا أنا جمل ما أعطيك إياها، لكن لا خليني أمشي معك بس بالجمل اللي بجيبه زي هون بالوزارة. في عندي هنا it isn't familiar for my father to smoke. إحنا اتفقنا normal familiar customary. في عندي it isn't familiar، لاحظي not familiar. إحنا اتفقنا بدنا نمشي لعند وين؟ لعند to عشان تكون الفاصل. حكالي for my father، بلش لي هاي my father. أوكي، my father بعدين ما إنها مفرد فإذا is not أو isn't used to، وsmoke شو أعمل فيها؟ smoking. أوكي، فإذا is not used to smoking. ماشي، اذا هاي الريرايت اللي احنا حكينا عنها، اعادة كتابة الجملة. اوكي، طيب طلعي لي اذا على التلخيص اللي اعطيتك اياه، نرجع نحكي عن اعادة كتابة الجملة كقاعدة، كقاعدة بدك تاخذيها. اذا كان عندي it is normal
أو familiar، ممكن أجي أحكيك يعني مش شرط normal، ممكن يكون عندي بدل normal familiar. ممكن يكون customary. عرفتي؟ يعني normal أو familiar أو customary. ممكن أجي أحكي لك it is normal for، وبكون عندي noun to plus infinitive، هيك بتكون الجملة وبنكملها. شو بنعمل فيها؟ بحط الناون، مش أنا اللي بحطه، هو بكون حاط لي إياه هنا، هذا كلياته يحذف اللي قبله. ماشي؟ باجي بحكي حسب الناون، إذا مفرد بحكي إز، إذا ناونز يعني جمع بحكي آر، إذا آي رح أحكي أم. إذا كان حاط لي نط نورمال بحط النط على طول. ماشي؟ إذا ما حط نط هنا ما في نط هون. هسا normal for بدك تحطي لي مكانها used to، مكان normal used to. بعدين نيجي على الفعل، أنا هاي عندي to، الinfinitive verb اللي هون بدي يصير verb ing. هاي مهمة جدا تنتبهي إنه be used to بدها الverb يكون ing. دائما تذكري مش إحنا عنا is am are أفعال be، مش دائما بيكون وراهم verb ing. فدائما اذا بده يكون عندك فير بس هيك تذكريها، مع انه هي يعني الشغلة غير عن هيك، هي الشغلة هون انه وراها جرند مصدر، بس انا عشان عشان اذكرك انه تحطي مع الفعل اي ان جي، هو مش فعل هون، هو بصير اسم مصدر. فدائما انتبهي هون الانفينيتيف فير بتخلي لي اياه فيرب اي ان جي. اوكي، ليتس لوك ات ذس ورك شيت، ورقة العمل هاي اسئلة وزارة، اسئلة وزارة سنوات سابقة. يلا، طبعا كل اسئله الوزاره من 2016 ل 2020 الدوره اللي فاتت، هاي كل اسئله الوزاره. خلينا نشوف كيف. طبعا choose the correct answer from a b c or d، طبعا حطيت لك اياهم حتى اللي كانوا سنوات سابقه وكانوا ري رايت، هذول كلهم كانوا ري رايت، حطيت لك اياهم. ضع دائره حسب نمط الوزاره اللي هسه. it's normal for me now to work from home. إذن هسا it's normal، لما تشوفي لي it's normal فإذا be used to، صح؟ إذا بدك تستثني لي used to اللي هون و used to اللي هون، صح ولا لا؟ لأنه normal بدها be used to، مش هيك؟ فإذا بتيجي تطلعي لي عليها it's normal، في عندك not هون؟ ما في not، فإذا be used to مش نط، ما فيها نط. فإذا لو جيت اطلعتي صفينا احنا بين A و D، A I am used to working، بينما D I am not used to working. ملاحظة؟ أكيد رح نختار احنا A لأنه am used to مع verb ing. وانتبهي دائما ممكن يكون حاططلك في الخيارات I am used to وحطلك الفعل work، لا بدي working أنا، انتبهي لهاي الشغلة. يلا number two، I am used to teaching my students through social media. ملاحظة هون جاب I am used to، يعني جاب لي used to، أنا بدي أشوف معناها الجملة اللي بتعطيني نفس المعنى. اتفقنا إنه أنا الإشي اللي بدي إياه اللي هي فيها normal، لو جينا اطلعنا normal كلياتن فيه النورمال، اطلعي لي عليها. أنا بلشت I am بالمضارع I am used to، فإذا جملتي مش معقول إنها تكون عندي had been، صح ولا لا؟ ولا رح تكون بالماضي was. لو كان حطت لي، انتبهي لهاي النقطة، لو كان I was used to ولو كانت was هاي في الماضي كنت حكيت لك it was normal. فهمتي علي؟ فأنا بدي مضارع مع مضارع، لحطي أنت بالبداية it is normal، ما دامت هاي مضارع حطيت I am used to. هنا ما دام أنا عندي مضارع فإذا بدي مضارع، مستحيل يكون عندي بالماضي، فإذا بستثني had been ما إلي فيها، بستثني was ما إلي شغل فيها. أوكي، هسا طلعي لي على C و D. It is normal for me now to teach my students، مش it isn't normal، ما حطيت لك I am not used to، أنا ما في not يعني ما في not هون. عرفتي كيف؟ فإذا C. Number three, it is normal for my friend now to send emails.
هسا it is normal، إذا my friend أكيد الأولى رح نستثنيها used to لإنها، ودي رح أستثنيها لإنها كمان used to، فصفينا بين B و C. My friend is used to، لما حط الجملة في be used to، my friend is used to، لكن send ولا sending، be ولا see، is used to sending ولا send، sending، فإذا أكيد be، انتبهي is used to sending. Number four، most Jordanians the hot weather، عندي noun هنا، فإذا أكيد بدي يكون عندي be used to ما دام عندي noun بعد الفراغ، فإذا الخيار be يستثنى والخيار دي يستثنى، على أساس أصلا بدي أحط used to، ما بحط used to إذا إلا إذا كان did في الجملة أو didn't. used to هاي ما بصير إلا يجي وراهم فعل مجرد، وأنا عندي هنا noun اسم، هسا أحط is used to ولا are used to ما دام subject Jordanians جمع، فإذا are used to. Number five، it is not normal for my grandfather، بدي أكمل الجملة، to have. هسا is not normal يعني فعل be مع not، used to وverb ing. الأولى is not used to لكن حط لي have، انتبهي للفعل. الثانية didn't use to أكيد غلط، ما بديها لأن أنا بدي واحد من أفعال be. بعدين عندك C is not used to having اللي هو خيارنا. دي شو مشكلتها؟ is used to having، هسا is used to having هاي ما أنا عندي not هنا، فإذا is not used to having أنا يعني بدي أكون منتبهة إذا في عندي not ولا ما في، بدي أكون منتبهة إنه أعطاني used to اللي وراها verb ing. أوكي نمبر 6، it is not normal for American people to eat steak، إذا إيه American people are not used to eating. أوكي 7، my younger brother is used to using his electronic dictionary now، إذا it أي واحد فيهم ما دام my younger brother is used to، فإذا C it is normal for my younger brother now to use. Okay. Number 8. When I was young، لما كنت صغير I used to. When I was young، when I was younger، لما كنت صغير دائما بحكي عن إشي كنت اعتدت إني أعمله، فإذا used to go. Number 9، علي the duck، عندك the duck to the park with his father when he was young، when he was young، فإذا used to feed، feed معناها يطعم، used to اللي وراها infinitive verb. Number 10، where did they، شفتي did، إذا use to go. My friend has lived in Egypt for a year، she says she living، ما دام عندك verb ing هنا فإذا she is used to living. That's it. Thank you very much.